هلا وحبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. مشتاقتكم هواية. اليوم ان شاء الله راح اسوي صينية زكريا. اعرف اني تأخرت عليكم هواية بالفيديوهات، بس يعني كانت عندني شوية ظروف، وان شاء الله من هيك شي انزل لكم فيديو يوم بيوم. هسه اول شي راح ابلش اسوي الكاستر. طبعا اول شي تخلون كوبين مي. بنات هذني مو 4 اكواب مي، لا كوبين مي بس، اني هذا قست بالقياس ابو نص كوب فخليت 4 مرات فصارن كوبين. المهم كوبين مي، وهاي 6 خواشيق من الحليب. وبنات طبعا هاي دا انطيكم يعني المضبوطة، الطريقة المضبوطة حتى تسوون كاستر. وبعد ما ضفت 6 خواشيق حليب راح اضيف بعد ملعقتين شكر او 3 ملاعق، كيفكم، الخيار متروك لكم. اذا ترجوه حلو ضيفوا 3 ملاعق، يعني راح اضيف 3 ملاعق. وراح اضيفون ملعقتين من النشا او من الكاستر يعني. وبنات انا استخدمت هذا الكاستر لونه وردي، احنا متعودين انه الكاستر دائما لونه اصفر، بس انا هالمره سويته لونه وردي، يعني مشتريته من زمان عندي. فبنات تخلطوهن، طبعا المي يكون بارد او مي البوره يعني درجة حرارة الغرفة. راح تخلطوهن بالبداية وبعدين تخلوهن على النار. اكو هواية ناس يخلون الحليب على النار يخلوه يفور وبعدين يجيبون النشا ويديروه عليه، بهالحالة حيتكتل. فيا حبيباتي امشوا على هاي الطريقة، طريقة كلش مضبوطة، تنطيكم القوام المثالي للكاستر. وسووا نفس الشيء، اخلطوا المكونات كلها بالبداية وبعدين يعني خلطوها على صفحة، بعدين يلا تخلوها على النار. وبنات هذا الكاستر صار عندي جاهز، طبعا ما يطول شوية ياخذ على النار ويجمد ويوصل لهذا القوام. طبعا هسه هو راح يجمد بعد اكثر، بس لانه بعده كلش حار فتشوفوا يعني سائل فد مرة، هسه شوية ويجمد ويتغير قوامه. طبعا حبيباتي اذا حابين انه تسوونه بالكاكاو تخلطون شوية على صفحة كاكاو باودر وتخلون وياه شوية شكر، تخلطوهن بمي وتضيفوه عليهن، فيصير عندكم بالكاكاو يعني كاستر بالكاكاو. أنا مرات أسوي نصين، نص وردي أو نص أصفر ونص بالكاكاو، فيصير كلش ألوان حلوة. بس المرة يعني قلت خلي أسوي بس وردي. وبنات سويت هاي كيكة عشق التركية، كلش أحبها ودائما أسويها، بس حتى الفيديو ما يصير طويل لانه تعرفون هسه الانترنت ضعيف ما يحمل الفيديوهات الطويلة، فيعني ما طلعت لكم الطريقة مال انه شلون تسووها. بس هي هالكيكة كلش طيبة واحنا كلش نحبها، وهماتين كلش رخيصة يعني ما تكلف هواية، مجرد كاكاو باودر وهي كيكة عادية، واسوي من عندها هذا الصوص واسوي من عندها هاي الكيكة كلها، يعني ما يحتاج تكلفة وما يحتاج لها اي شيء، وطعمها كلش طيب. وبناتي صراحة بلش اسوي صينية زكريا. راح اخلي التمن وراح اخلي كاسة بيها شكر، يعني هو هيك يخلون تمن وشكر ويخلون شمعة، والشمعة يخلون بيها دبوس بهالشكل هذا ويعلقوها لحد ما يعني توصل للدبوس ويطفوها، ويخلون خضارات هماتهم بالصينية. فهسا انا هم راح اخلي خضارات، طبعا الافضل انه تخلون ياس، بس انا ما عندي ياس فراح اخلي هاي الخضار جبته من الحديقة. وتخلون اي شيء اخضر ثاني يعني ريحان، نعناع، كرفس، ما ادري شنو هاي الخضارات، عادي هم تخلوها. وبنات يعني تخلونها ماتين زردة يخلون الناس، يعني كل واحد له عادات وتقاليد معينة. راح اخلي هذا الورد المجفف ينطي ريحة طيبة وينطي شكلها ماتين حلو، يعني هيك كديكور. وبنات انتو بكيفكم، يعني الخيار متروك لكم، اكو ناس كلش تبالغ فماكو داعي المبالغة، يعني هي هيج فد شي بسيط. وطبعا مبارك لكم ولادة الإمام العباس عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام، وإن شاء الله يوم 5 شعبان ولادة الإمام السجاد عليه السلام. فشهر شعبان من الأشهر المباركة بها هواية أفراح، وإن شاء الله يا رب يديم الأفراح علينا، وإن شاء الله يا رب نخلص من هذا المرض وهذا الابتلاء ونرجع لحياتنا الطبيعية. طبعا تعرفون صينية زكريا انه الصومون، وبنهاية اليوم بعد ما صلون صلاة المغرب والعشاء صلون ركعتين لوجه الله وطلبون مرادكم من نبي الله زكريا ومن الله سبحانه وتعالى.
طبعا يخلون بصينية زكريا، يخلون شوكليات ومسقول وهاي الأشياء، بس أنا ما خليت لأنه المحلات اللي يمنا كلها معزلة، وإحنا ما عدنا سوق شعبي بمنطقتنا، يعني عدنا محلات حتى أبو المخضر أبو الفواكه هو عبارة عن محل مو سوق شعبي وكذا، فلذلك أغلب المحلات معزلة. يعني ردت شوكليات ما حصلت، فسويت من الأشياء اللي موجودة عندي، وبالإضافة إلى أنه زكريا يقولون أنه بدعة، لكن إحنا يعني نحتفل بها ما أعرف ليش، بس هي ذكرى حلوة يعني تمر علينا والإنسان يصوم بها يذكر الله سبحانه وتعالى، بس هي مو من الواجبات، هي فتشي يقولون دخل علينا مستحدث. بنات طبعا عبالي راح أسوي صينية زكريا ويا أهلي، بس يعني شو نسوي الحظر وال الدنيا محترقة، فمو مال الواحد يطلع، الأحسن أنه الواحد يقعد ببيته حتى يتجنب نقل العدوى. وبنات هذا فطورنا، سويت مرق مال عدس وتمن. طبعا بنات عيالي يستغربوني إذا يشوفون مرق العدس الأحمر، ما يعرفوها أبد، بحيث من شافوني مسويتها أنه تعجبوا هذا شنو، فأنتوا تعرفون هذا المرق لولا، تحبون لولا، طابخين لولا. وبنات هذا الكاستر شوفوا القوام مالته يجنن، سووه على طريقتي لا يتكتل ولا اي شيء، وطعمه فتشي خرافي. وحبايبي هاي الكيكة هماتين طعمها كلش طيب، وهذا الصوص مالتها هماتين كلش طيب. طبعا هذا الصوص سويته من الشوكولا الباودر او من الكاكاو الباودر، كلش رخيص، انتو عبالكم انه غالي او شي، لا لا، هو الكاكاو الباودر تقدرون تسوون به هذا الصوص، وهاي الكيكة كلها كلش طيبة وطعامها فتشي خرافي. وبنات آخر شي يعني بالليل، إما نطلع فيلم نتفرج أو نطلع مسلسل، وحاليا يعني قاعدين دا نتابع مسلسل هالفترة، قالبين على المسلسلات الخليجية، يعني إحنا نتابع إما خليجي أو كوري، يعني نادرا ما نتابع مسلسل مصري، وتركي أصلا ما نتابع يعني بطلنا. بنات شوفوا الكيكة شلون، واو تخبل، وطبعا ريحتها وطعمها فتشي ما ينوصف. بنات بس بهيج نكون وصلنا الى نهاية الفيديو، اتمنى ان شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو، ومشتاقة لكم هواية، وادري بكم هواية مشتاقي، ودا تكتبوا لي شو تأخرتي، صار اسبوع من تضريج، بس ان شاء الله على الايام الجاية راح انزل لكم هواية فيديوهات. وبس حبايبي اشوفكم بفيديو جديد، ومع الف سلامة.